السيول من جديد تدمر 14 منزلا في منطقة الجعافيرة بمديرية بني سعد في المحويت وتجرف الأراضي الزراعية، بل ودمرت أكثر من 91 بئرا تقطعت على إثرها السبل بالمواطنين، حيث ناشدوا الجهات المختصة والمنظمات الالتفات إليهم. بين عشية وضحاها فقد صدام الجعفري منزله الوحيد الذي انهار جراء سقوط الأمطار على منطقته في الجعافرة مديرية بني سعد محافظة المحويت لمدة 13 يوما تواليا، حيث أصبح يعيش مع أسرته في خيمة لا تقي من حرارة الشمس ولا من الأمطار، فقد ذهب كل شيء في منزله ولم يتبقى شيء سوى الأمل لمساعدته على تخطي محنته وبناء منزله الوحيد، فأطفاله لا يزالون في العراء. الضرر الذي عمت منطقة الجعافرة الشرقية وذلك بسبب السيول الذي غمرت المنطقة مما أدت إلى انهيار بعض المنازل وكذلك غمر المزارع أو جرف المزارع وغمر آبار المياه، مما تسبب إلى أضرار كبيرة جدا في الأموال وفي المواشي وكذلك في الأماكن السكنية. نناشد السلطة المحلية بالمديرية وكذلك السلطة المحلية بالمحافظة بالتدخل السريع وإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية لهذا المواطن، ونناشد جميع المنظمات الداعمة ومنظمة المجتمع المدني، وكذلك نناشد بالأخص الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتدخل السريع وعمل مصدات للوديان والأشعب. ليس صدام وحده من فقد منزله، فهناك أكثر من 13 منزلا شعبيا انهارت جراء السيول التي غمرت المنطقة وتشردت أسر، بالإضافة إلى طمر السيول لأكثر من 18 بئرا في منطقة الجعافرة فقط، وأكثر من 73 بئرا في أماكن متفرقة في مديرية بني سعد التي اجتاحتها السيول المتدفقة من أعالي الجبال وتسببت في جرف الأراضي الزراعية وطمر أغلبها. الجعافرة الشرقية الذي من الله عليها بالأمطار والذي حصل فيها انجراف للأراضي الزراعية وتهدم بعض المنازل وموت وجرف بعض المواشي مثل الأبقار والأغنام. أضرار كبيرة جراء السيول، انحرفت السيول عن مسارها مما تسبب في طمر عدد من الأراضي الزراعية وكذلك دفن آبار وهي المصدر الوحيد لمياه الشرب الذي يعتمد عليها سكان هذه المناطق. معاناة أخرى تضاف على كاهل المواطنين في مديرية بني سعد بعدما فتك حصار العدوان السعودي بالمواطنين وتسبب في انهيار اقتصادي تحمل تبعاته المواطن البسيط، فيما المنظمات الإنسانية والإغاثية لا تزال في سبات عميق، فالمواطن لا يملك سوى الاستغاثة والمناشدة ليجد يدا حانية تمتد إليه للتخفيف من معاناته. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، المحويت.